بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس SPSS version 23. درسنا اليوم درس العاشر، هو هنتعلم فيه كيفية تحديد حالات من ملف الإدخال عن طريق select cases. عن طريق select cases يعني اختار حالات معينة من حالات ملف الإدخال بتاعي، أيا كان ملف الإدخال كبير أو صغير. وطبعا العملية دي بتبقى مفيدة جدا في الملفات الكبيرة الضخمة زي ملف السكتة الدماغية اللي اشتغلنا عليه في الدرس السادس لو تفتكروا. ملف السكتة الدماغية كان عدد البيانات المدخلات كان 1183، ففي حالة دي بيبقى السلكت كيس غنية بالفوائد الجمة. طيب أنا هجرب معاكم الأول على ملف صغير عشان تتضح الفكرة، لأن لما بيكون ملف الإدخال كبير يعني الناس يعني يمكن ما تستوعبش. فهنختار ملف صغير جدا من السامبلز بتاع الاس بي اس اس نطبق عليه، وبعدين نروح نطبق على ملف السكتة الدماغية برضو عشان نشوف ازاي العملية في ملف كبير وملف صغير. من نبدأ مع بعض من فايل اوبن داتا كما تعودنا، نحدد كورس سي بروجرام فايل اي بي ام اس بي اس اس statistics 23 samples English، ونختار الملف رقم 3 الفايل الثالث. الملف دوت صغير جدا وسهل جدا، advertising spending على الانفاق الاعلاني. ادي الملف ده نفتحه، يظهر لي الملف ده الفاريبل فيو بتاعه، ما فيش عندي غير متغيرين اتنين. المتغير الاولاني advertising spending وهو طبعا رقمي وما فيش فيه فاليو لانه بالارقام، والمتغير التاني السيلز يعني انا قد ايه بنفق وقد ايه ببيع على الاعلانات. وعندي 24 شركه او 24 مصنع، ده العينه بتاعي. مثلا الانفاق بالالف يعني انا بنفق على الاعلانات في الشهر مثلا 4000 ريال، كسبت 12000 ريال. الشركه التانيه مثلا مراعي تصرف 6000 ريال بتكسب 11000. مثلا شركه السعودية تصرف 5000 على الإعلانات كسبت 12000. شركة ثالثة وهكذا، شركات مثلا ألبان أو عصائر أو فواكه أو أي شيء، أيا كان الشركات دي بتصرف إعلانات في الشهر بالألف، ودي حجم مبيعاتها. عندي 24 شركة. طيب أنا عايزة أقوم دلوقتي باختيار بعض الحالات بناء على حاجات أنا عايزاها، حاجات معينة، قواعد معينة. نضغط select cases يعني اختار حالات معينة. في هنا all cases، all cases يعني خلاص يعني كل الكيسز يعني ما استبعدش حاجة. طيب وفي حاجة اسمها if condition is satisfied يعني لو الشرط متحقق. نضغط عليها ونشوف مع بعض ازاي. نضغط عليها ونفتح قاعدة if ونحدد المتغير اللي انا عايزة احط عليه شرط، مثلا متغير الاعلان. الاول نختار الدالة function group، ممكن نختار all زي الاكسل، نختار كل الدوال الارثماتيك والستاتيستكس كده، وممكن نختار بس نحدد الاستاتيستيكال جروب فانكشن فيطلع لي بس الفاريانس التباين الصم المجموع الانحراف المعياري المينيمم الماكسيمم المين المتوسط الميديان الوسيط وهكذا الدوال الاحصائيه. ليكن انا اختار مثلا المين الوسط واختار متغير اضغط عليه ضغطتين فينتقل هنا متغير الاعلان، وبعدين ابتدي احط الداله بتاعتي اللي انا عايزاها. اقول مثلا اكبر من، هنختار لي الاعلانات اللي يكون حجم الاعلان فيها اكبر من 4000، اكبر من 4 ما هو بالالف، اكبر من 4، اي اعلان اكبر من 4 اختاروا لي واللي بعد كده استبعده واقول اوكي. دي القاعده بتاعتي. طيب في هنا خيار بيقول لي ايه الخيار ده؟ delete unselected cases يعني يحذفها خالص، يعني انا عندي 24 لو مثلا هو اختار 10 بس يحذف لي ال 14. انا ما بحبش الحقيقه اظلل على دي، بحب اسيبها كده زي ما هي عشان هيجي عليا شرط. هنشوف دلوقتي ايه الشرط اللي هتيجي دي، نقول اوكي ونشوف مع بعض. ايوه بالظبط كده، شوفوا معايا ادي ظهر لي متغير جديد اسمه فلتر، والفلتر ده عباره عن سيلكتد ونوت سيلكتد، سيلكتد ونوت سيلكتد. طب ايه السيلكتد ده؟ السيلكتد هو اللي اكبر من 4 تم اختياره، والسته تم اختياره، والخمسه تم اختياره، لكن هنا 3.43 تم استبعاده عن طريق الخط ده، هنا 2.15 تم استبعاده، وهنا كل اللي عليه شرطه تم استبعاده، يعني كل المتغيرات دي تم استبعادها خلاص.
والمتغيرات بس اللي عليها ما عليها الشرطة اللي عليها 1 هي دي اللي تم اختيارها. طب اعرف منين؟ لو جيت اعمل انالايز فريكوانسي واخترت المتغير بتاع الاعلان والمتغير بتاع المبيعات وشفت اوكي الاقي عندي بس 12، خلاص بقى يتعامل مع 12. يعني اي تحليل دلوقتي هنقوم بيه هيبقى على اساس ال 12 اللي تم اختيارهم فقط لا غير، والباقي تم استبعاده. ده ال 12 اللي اخترناهم مكتوب جنبهم 1 والصفر خلاص استبعدناهم. طب لو انا عايز ارجع في الكلام اللي انا عملته، عادي جدا، اما ان ادوس هنا اقف هنا كلير، او اني ادوس هنا من الفاريبل فيو اقف هنا واقول كلير، الاثنين واحد كده، انا رجعت للاول كيسز بتاعتي. طيب نجرب تاني، لو انا عايزه اعمل سيلكت كيسز عن طريق الراندوم سامبل. الراندوم سامبل لو انا عايزه اختار عينه عشوائيه، عينه عشوائيه مثلا بنسبه 50% ابروكسيماتلي، يعني مش بالظبط، هم 24، فلما اقول له اختار لي 50% هيختار لي 12 او 13 كده اباوت، يعني ابروكسيماتلي يعني تقريبا اختار لي نص العينه بتاعتك. هقول اوكي واشوف دلوقتي، طبعا مش هقول ديليت زي ما قلت لكم، لان لو قلت ديليت اوريكم، لو قلت ديليت هيحصل ايه؟ هيحذف، يعني مش هيجيب لي الشرط، هيحذف. يعني بصوا معايا، لو قلت ديليت اهو، انا قلت ديليت اهو، شوفوا معايا، خلاص حط لي 16 حاله وحذف كام؟ حذف 8، لان هما كان 24، فدلوقتي هو اختار عينه عشوائيه بنسبه 50% وخلاص حذف ال 8 الباقيين. طبعا اقدر اعمل لها سيف از من هنا زي ما انا عايزه. طيب لو عايزه ارجع في التراجع، التراجع للاسف ما رجعنيش، يعني حتى لو حذفت هنا وقلت كلير ما رجعش في العينه. طيب ارجع تاني اقول سيلكت كيس واقول اول واقول اوكي واقول اوكي، برضو ما رجعش. عشان كده انا بنصحكم لما تختاروا ما تقولوش ديليت، لان مش هتقدروا ترجعوا الاصليه الا اذا طبعا حفظتوها باسم تاني. ونرجع للاصليه عن طريق نفتح تاني من اول وجديد اوبن، ونختارها تاني من الملف بتاعنا. نرجع تاني للاصليه اوبن نيو ويندو، نختارها تاني، دي ال 24 بتاعتنا الاصليه. طيب نتعلم حاجه جديده في سيلكت، نقول سيلكت كيسز، نختار برضو راندوم سامبل عينه عشوائيه، بس المره دي بقى مش بالتقريب، لا انا هقول له اكزاكتلي بالظبط، خد لي 10 حالات، اختار لي 10 كيسز فروم ذا فيرست 20، يعني استبعد الاربعه اللي في الاخر خالص، استبعد الاربعه اللي في الاخر واختار لي 10 من اول 20، وتعالوا نقول اوكي، ومش هنعمل ديليت زي ما قلت لكم عشان يظهر عندي الشرط ونشوف العمليه قصاد عينينا. يلا نشوف مع بعض عمل ايه. ادي اول 20، لاحظوا معايا، ادي اول 20 لحد 19، هو مختار واحده، اختار واحده، لكن من اول 20 20 21 22 23 24 تم استبعادهم بالكامل، لان انا قلت له ايه؟ انا قلت له اختار لي 10 من اول 20، ففعلا اختار لي 10، اختار لي 19 واختار لي 10 واختار لي كيس 9 وكيس 8 وكيس 7 وهكذا، اختار لي 10 كيسز من ال 20 الاولى. ده بالنسبه للتحديد اكزاكتلي. طيب اللي بعد كده، لو انا عايزه اعمل طبعا قبل ما نعمل الكلام ده نعمل نتراجع في السلكت، نقول كلير عشان نرجع للعينه الكامله بتاعتنا. طيب نتعلم حاجه كمان في السلكت كيسز، نتعلم لو انا هقول سلكت كيسز بيست اون تايم اور كيس رينج، يعني حدد لي بناء على رينج معين، واقول له مثلا اختار دي بقى اكزاكتلي exactly. تلاحظوا الطريقه هتبقى مختلفه، اختار لي من الكيس رقم 5 للكيس رقم 16، انا حددت له بالظبط عدد حالات معينه وحالات بذاتها وقلت له اختارها لي، وهقول له اوكي. شوفوا معايا، اختار لي الحاله 5 6 7 8 9 10 11 16، اختارهم والباقيين كلهم تم ايه؟ تم استبعادهم، عليهم شرطه يعني تم استبعادهم، يعني خلاص كانهم مش موجودين، بحيث ان انا لما اعمل انالايز اي تحليل اختبار بعمله ته او انوفا او فريكوانسي او اي اختبار هيتعامل معاهم كانهم هم فقط من 5 الى 16، هيتعامل معاهم كانهم بس 12، هيتعامل معاهم هم ال 12 دول فقط لا غير، بدايه من المبيعات، حجم المبيعات 1، طبعا هو بيجيبهم بالترتيب،
يعني 1.24 اللي هو ده 1.24 اهو هو بيرتبهم. ادي اول انفاق 1.24، اللي بعده 1.54 اهو، ادي اللي بعده، اللي بعده 1.72 اهو، 1.72. فهو طبعا بيرتب، فعمليه الفريكوانسي لازم تيجي مترتبه، لكن في الترتيب حتى ما خرجش ابدا عن ايه، عن ال 12 حاله دول، الباقيين كلهم تم استبعادهم. بكده نكون اتعلمنا ازاي نختار. طيب احنا اتعلمنا على زي ما قلنا على حاجه صغيره، انا عايزه نتعلم على حاجه كبيره. نروح للاوبن داتا سريعا كده، نفتح ملف السكته الدماغيه اللي كنا درسنا عليه في الدرس السادس اللي هو ستروك valid او invalid، اي حاجه نختار اي ملف، وليكن الملف اللي هو اخترناه قبل كده اللي هو ستروك invalid، لان احنا كنا طبعا عارفين عدد العينه بتاعتي اللي هي كانت 1183. لو تفتكروا معايا كانت حجم العينه كان في الدرس السادس 1183، عينه كبيره، مستشفيات ومرضى وناس بتموت وناس بتتعالج ومعدلات لمقاييس طبيه. طب انا عايزه اعمل سيلكت باي حاجه من اللي اتعلمناها، هقول له مثلا راندوم سامبل تقريبا 50% على العينه دي، اخد عينه عشوائيه بنسبه 50%، وده بيكثر في طلبه الماجستير والدكتوراه المبتعثين، دايما المشرف يديهم عينه كبيره ويقسمها على الطلاب ويقول لهم كل واحد يختار عينه مختلفه، البرنامج لا يمكن يطلع اتنين زي بعض. نقول اوكي ونشوف مع بعض هيختار لي عينه ازاي. ادي العينه بتاعتي، تم استبعاد، المستبعد عليه علامه شرطه، واللي تم اختياره عليه ما عليهوش علامه. وطبعا لو حبيت اشوف الفريكوانسي اشوف هو اختار كام حاله، وليكن مثلا في الجندر، نشوف الجندر بس نلقي نظر عليه نشوف اختار كام، اختار 600 من كام، من 1183، اختار 600 كيس عشوائي. طب عشان اتاكد انه عشوائي انتبهوا معايا، نظروا معايا، هو مختار هنا ايه، استبعد الحاله الاولى والثانيه واستبعد 4 5. خلينا نتذكر الاولى والثانيه والرابعه والخامسه استبعدهم. طيب خلونا نتراجع في هذه، نتراجع عن هذه العمليه بالطريقه اللي علمتها لكم، ان احنا نيجي للفلتر ونقول كلير، وبعدين نرجع تاني نعمل سيلكت كيسز عينه عشوائيه تانيه برضو 50%، ونشوف هل هيتم نفس اختيار العينه العشوائيه السابقه ولا هتيجي واحده مختلفه. خلينا نبص، اختلفت تماما، الاول كان مستبعد الاولى والثانيه والرابعه والخامسه، شوفوا هنا استبعد الاولى واخد الثانيه واخد الثالثه واخد الرابعه، عينه عشوائيه. طيب والحجم هل هيطلع 600؟ خلونا نشوف، نختار الفريكوانسي انالايز ونجيب بس الفريكوانسي للجندر ونشوف هل 600 اختارهم ولا لا، اختار المره دي كام؟ 587. شفتوا ازاي العينه العشوائيه بيتم اختيارها من ملف كبير؟ كده اتعلمنا ازاي سيلكت كيسز باكتر من طريقه. اتمنى تكونوا استفدتوا ان شاء الله، نلتقي في دروس قادمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.